الأيام قرر سامر يوسف، أو كان سامر يوسف بده يترك شام اف ام ويمشي. نذكر ذلك اليوم جيدا. وصار شيء، إجا تليفون شيء ما حدث وغير مجرى القصة. شو صار وقتها؟ نشي فريقي. طيب حنجيب لك مال. قرر يترك شام اف ام؟ لا، كنت عم حاول جهز شام اف ام لتستمر، لانه سام عفوا شام اف ام معنا لسامر يوسف. شام اف ام بنت هاي البلد وهي اذاعه على كل السوريين، انا هيك بعتبر، انا هيك بنظر لهي الوسيله الاعلام. يعني انا في قصص بتطلع على شام اف ام انا ما بتعجبني شخصيا، بس هذا ما بيعني انه كل شيء بيعجب سامر يوسف لازم يكون موجود. من هالمنطلق بعتبر اذا مشي سامر يوسف من شام اف ام يفترض هاي الاذاعه تكفي، ما بصير توقف، خصوصا انه في جزء كبير وهام جدا من السوريين بيؤمنوا فيها وبيوثقوا فيها وبيعتمدوها كمصدر رئيسي لهم بكل شيء. فبالتالي من الامانه انك تحافظي عليها، من الامانه انه تستمر، حتى لو كنت انا بفتره من الفترات كان عندي مشاكل مع الشركاء في شام اف ام. فهذا السبب اللي خلاني. هذا السبب؟ المشكلة كان في صار وقتها مع الشركاء ومين من الشركاء؟ هلأ المشكلة كانت بالتحديد بيني أنا شخصيا وبين إدارة من إدارات راماك. مين؟ رجل الأعمال رامي مخلوف؟ رجل الأعمال رامي مخلوف، كان في خلاف شخصي بينك وبينه؟ لا لا، خلاف شخصي بيني وبين رامي، لا أكيد الأستاذ رامي مخلوف ما في خلاف شخصي بيني وبينه، بس كان في خلاف على طريقة إدارة شام اف ام والاستحواذ على قرار شام اف ام. بتذكر من البداية لما دخلوا هن اشتروا حصة حارس بشام اف ام، حارس أخي. فلما دخلوا كان الاتفاق من البداية إنه الإدارة لسامر يوسف، حاولوا انه ياخذوا النسبه بتخولهم الاداره، انا وقتها رفضت، قلت لهم بالحرف، قلت له حارس لاخي يعني هو اللي كان عم يحكي، قلت له بدهم ياخذوا نسبه الاداره بياخذوا الاذاعه كلها، انا ما بقعد، لانه انا ما بحب اني اشتغل ما اكون حر بشغلي. هلا ظلت الامور رواق لل 2016. بال 2016 صارت في صار عندهم سيرياتيل هي اللي تدير هي القصص، صار خلاف جوهري مع سيرياتيل بطريقة الإدارة، طلبوا طلبات أنا رفضت، رفضي ما كثير حبوه. هلأ منشان ما كثير نفصل بهي التفاصيل نظراً للظرف اللي عم يمر فيه الشركات الأخرى، ما نمن الشهامة إنه أقعد كثير فصل بالتفاصيل. عرفتي شو؟ إنه ولاني بوارد إنه أحكي يبين إنه أنا مبسوط او انا عم بشمت او كذا، ما بحب هاي القصص. فانا بفضل انه نوقف هون. كانت القصه هيك حدا هالخلاف بالتحديد هي طريقه الاداره بشام اف ام. بس انت كنت حتترك شام اف ام؟ صحيح حتمشي. انا وصلت لمرحله كنت حاترك شام اف ام، وحتى كنت عم حاول ضبط اغراضي، يعني انه كنا عم نقول انه يا جماعه انا ما بشتغل هيك، انتم مصرين انا بمشي ببساطة. كيف استمرت شام اف ام؟ من له الفضل في استمرارية شام اف ام؟ لازم احكي عراس السطح. عراس السطح في عندي صديق وصديقة إلهم فضل ببقاء شام اف ام، والفضل الرئيسي ببقاء شام اف ام هو للرئيس بشار الأسد.